3 مباراة كينيا هنا في القاهرة، تصفيات الألعاب الأفريقية، نلعب مع كينيا 1-3، وبعدين ماتش العودة إن شاء الله هيكون في كينيا أيام 6 و7 و8. وطبعا هم في أفريقيا دايما ما بيلعبوش إلا سبت وحد، فممكن يبقى 7 أو 8. بعد كده إن شاء الله نعدي مباراتين كينيا إن شاء الله، ونلعب مع الفائز من الكونغو الديمقراطية وبوندي. الكابتن أسامة عرابي سافر امبارح الكونغو الديمقراطية عشان يتابع مباراة الكونغو الديمقراطية وبوندي في الكونغو الديمقراطية، هي هتتلعب يوم 21 يوم السبت جاي. والحمد لله يعني وصل بالسلامة وكلمنا، وطبعا من خلال كابتن شوبير بنشكر سعادة السفير هاني صلاح سفيرنا في الكونغو الديمقراطية، وكذلك السفير محمود طلعت سفير جمهورية مصر العربية في كينيا. أنا إن شاء الله مسافر يوم 22 برضو كينيا عشان ترتيبات إقامة المنتخب هناك والملاعب والتجهيز، هو 48 ساعة إن شاء الله نجهز مكان الإقامة والملاعب، وإن شاء الله بإذن الله إحنا دلوقتي في معسكر مفتوح من يوم 15، هنبدأ إن شاء الله معسكر مغلق من يوم 23/2 الجاي. والحمد لله الأمور كلها كويسة، كل اللعيبة متواجدة معنا ما عدا لعيبة النادي الأهلي اللي ربنا وفقهم بيلعبوا مباراة السوبر في الجزائر، 4 لعيبة، وياسر ابراهيم اللي موجود مع نادي سموحه عشان هيلعب ماتش برضه العوده مع الاهلي الليبي. كابتن حسام طبعا احتمال كبير انه يعمل مباراه وديه مع احد فرق في القاهره يعني هنا، ولان ما عندناش وقت تاني يعني. والحمد لله يعني اللعيبه ماشيه بشكل كويس، برضه كانت لسه يعني الدوري ما قعدش كتير، وبرضه الفتره اللي احنا بدأنا فيها المعسكر 15 دي ادتنا فرصة ان احنا نشتغل اكتر مع اللعيبة ويبقى في جاهزية اكتر للمنتخب يعني. نتمنى ان الدوري يرجع طبعا يعني، ده مفيش حد في مصر ولا يعني لازم ان شاء الله بإذن الله الدوري يرجع. الدوري ده الحياة، والدوري ده هو الكرة المصرية، واي حد لازم يبقى عارف ان هو ده صناعة كبيرة جدا لازم كلنا، ولازم الدولة تبص لها بشكل كويس. والدوري كمان بيفرق كتير، لان معظم يعني في لعيبه كتير عندنا بقت لعيبه اساسيه في الدوري وماشيه بشكل كويس. اللائحه بتاعه الاتحاد الافريقي معروفه، اللعيبه المحترفين مش في كل المسابقات مش موجودين في تصفيات الالعاب الافريقيه. احنا وديا بعتنا جوابات لاحمد حسن كوكا وغام ربيعه وصالح جمعه لان هم نفسهم يجوا يلعبوا، فاحنا بعتنا ودي للانديه ان لو في امكانيه ان يجوا يلعبوا مباراه من المباراتين. ف احمد حسن كوكا مهتم جدا ونفسه يجي وكلم المدرب بتاعه، لكن النادي بعت واعتذر لان عندهم ارتباطات كتيره. بالنسبه لرامي وصالح جمعه لسه بيتكلموا مع المدرب عندهم، بيحاولوا ان هم يقنعوه ان هم يجوا يلعبوا مباراه من المباراتين. الموضوع ودي لكن مش اجنده دوليه، لكن اجنده دوليه ممكن يبقوا متواجدين لو احنا عملنا مباراه يوم 25/3 ل29/3 في اجنده دوليه ودي. الاتحاد على طول معانا، والاتحاد ما فيش اي طلبات للمنتخب اللومبي، كل حاجه موجوده متوفره بشكل كويس، المعسكرات كل حاجه متواجده. احنا معسكر في الدفاع الجوي والتمرين ماشي بشكل كويس، والاتحاد مدعمنا بشكل كويس جدا، وسعاده الوزير مهندس خالد عبد العزيز نفسه باتصال على طول مع كابتن حمد المصري والكابتن حسام البدري، ويعني الامور ماشيه بشكل الحمد لله كويس. بقى لنا سنه في تجهيزات ان انت تبدا المباريات الرسميه، فكله مركز في تنافس شريف جدا بين اللعيبه، كله عايز يلعب، وفي ده باين في التمرين، لان معظم اللاعبين دلوقتي بقى في عندنا عدد كبير جدا حوالي 35-40 لعيب كلهم متواجدين في الدوري الممتاز بيلعبوا، فطبعا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لعبنا مباريات وديه بشكل كويس الفتره اللي فاتت، والدوري بقول لك برضه ما يعني لسه ما وقفش بشكل كبير يعني، ما واحنا الفتره دي الكابتن حسام والجهاز استغلوها بشكل كويس في التمرين والانسجام مع اللعيبه. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا امنيتنا ان الدوري المصري يرجع ان شاء الله، لان ده هيساعد بشكل كبير ان الدوري يبقى موجود واللعيبه بتلعب في الدوري الممتاز، هيفرق كتير جدا معانا يعني.